للمزيد من المتابعة والتحليل انضم إلينا عبر الهاتف من الرياض جيلان الشمراني، مساعد رئيس تحرير صحيفة الأخبار. تحياتي إليك ضيفي الكريم وأهلا بك سيد جيلان. أهلا وسهلا بكم ورحب بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك على تلفزيون جمهورية مصر العربية. سيد جيلان، قمة السلام في القاهرة والتي تعقد في ظرف استثنائي بالغ الصعوبة وبالغ التعقيد، هذه الدعوة التي دعها وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة دول العالم حتى يطلع الكل بمسؤوليته أمام هذا العدوان على قطاع غزة، ما المنتظر من هذه القمة سيدي؟ أولا الشكر حقيقي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور مصر دور محوري منذ الأزل في القضية الفلسطينية. اليوم رأينا حقيقة هذه القمة، الاجتماع اللي حصل، أيضا هذا الحشد الدبلوماسي والذي يعني المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر بالشراكة مع الدول في المنطقة هي تحشد حشد سياسي دبلوماسي للضغط على أمريكا ثم يتم الضغط على إسرائيل. المؤمل كثير، لكن حقيقة كما ذكر سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مجلس الأمن خيب الآمال كثيرا، يعني لا يستطيع أن يدخل قارورة ماء إلى غزة، الناس تموت والشاحنات تنتظر، فأثبت اليوم مجلس الأمن أنه لا يستطيع ممارسة مهامه إذا كان الأمر يتعلق بالدول العظمى أمريكا وغيرها. اليوم الدول العربية اجتمعت وكثير من الدول الإسلامية كانت موجودة وغير الإسلامية، نتمنى أن يخرج من هذه القمة ضغط حقيقي على إسرائيل لإيقاف هذا العبث. اليوم الرصاص الإسرائيلي ينطلق والقمة منعقدة، ونحن نعلم أن إسرائيل تريد إبادة الشعب الفلسطيني، تريد أن يخرجوا من غزة ثم تستعمرها كمستوطنات. نعم. اليوم أعلنها الرئيس الفلسطيني، قال لن نخرج من فلسطين، لن نترك الأرض ونرحل عنها. بالضبط. إذن المؤمل من القادة العرب وهذا التحرك الدولي، الاتصالات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية سواء في مصر أو في السعودية ودول الخليج جالس يمارسون ضغطا سياسيا ودبلوماسيا بحكم ثقل هذه الدول في المنطقة لمحاولة أن ترى أمريكا بعين حقيقية. أمريكا لا ترى إلا بالعين الإسرائيلية، وهذه مشكلة نعاني منها. طيب. كثير من الضحايا، كثير من القتل، كثير من المجازر، أطفال، ومع ذلك أمريكا لا ترى إلا بالعين الإسرائيلية. سيد رياض، سؤالي بصورة مباشرة، هل كتب على هذه المنطقة أن تعيش في هذا الأمر إلى ما لا نهاية؟ في مبادرة المملكة العربية السعودية اللي يعني دعمتها جامعة الدول العربية وهي من جامعة الدول العربية، كما أن مجلس التعاون في مسقط دعمها، وهي مبادرة السلام حل الدولتين، كنا قاب قوسين أو أدنى سيد العزيز. نعم. وكان هناك وساطة، ثم أتت حماس بتصعيد ليس له أي مبرر في وقت الكل يريد أن يرى دولة فلسطينية قائمة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نعم. يا أخي الشعب الفلسطيني يحتاج أن يعيش مثل بقية الأمم، يحتاج أن يكون لديهم وزارة رياضة وسياحة وثقافة ويعيشون كدولة فلسطينية مستقلة. نعم. عملة لا يوجد لفلسطين، عملة حدود لا يوجد، جواز سفر لا يوجد، لذلك هذا التصعيد أخر القضية كثيرا ودخلنا حقيقة في معضلة وفي أزمة سياسية، ولكن يعني أملنا في قادتنا، وهذا حقيقة ما يبرز الدول العربية والدول الخليج بأنهم يثقون في قيادتهم. نحن لا ندعو إلى المظاهرات في الشوارع، هذا عمل عبثي، وقد قلتها مرارا، الصياح في القنوات الفضائية لن يعيد أرضا ولن يعيد شهيدا ولن يشفي جريحا، لكنه أداة للتعبير عن ما يقول في خاطر الشعوب وعن ما يمكن أن يدفعه الشعوب إلى قادته. كلنا سيد العزيز نحترق على فلسطين ونتمنى أن نصلي في القدس، ولكن لدينا حكومات لا ينبغي أن نخرج عليها، لأن الحماس الغير منضبط قد يوظف بطريقة غير جيدة. تعلم أن الإخوان المسلمين هم الآن خلايا نائمة، يريدون أي شيء ليظهرون وينفثون سمهم من جديد في الدول العربية. الإخوان المسلمون لن يقيمون دولة، أنا أتكلم لا عن حماس ولا عن أي حزب يتبع الإخوان المسلمين في المنطقة وفي العالم، لن يقيم دولة، لا تنتظرون منهم أن يقيمون دولة، هم فقط يريدون العبث. لذلك إذا استقرت فلسطين ووافقت إسرائيل على المبادرة وأصبح هناك دولة فلسطينية، هل ستبقى حماس؟ لن تبقى، بالطبع الدولة واحدة. هم لا يريدون ذلك، لذلك يفتعلون أي مشكلة لتبقى الأزمة موجودة، ليقتاتون على هؤلاء الشهداء وعلى هؤلاء الأطفال
ويأخذون الأموال ثم يصيحون لنا ليل نهار بالقضية والقضية. نحن نريد حل شامل بقيادة فلسطينية موحدة. هذا الاجتماع اللي حصل في مصر اليوم أنا أعتبره خطوة رائعة وفي مسار الدبلوماسية والضغط على أمريكا والضغط على إسرائيل، والمؤمل كما توقعت قبل ذلك أنه فتح المعبر اليوم وسيدخل الكثير من المساعدات بمشيئة الله في اليومين القادمة. سيد جيلان دعني أن تهدأ الأزمة. تفضل. دعني أقتبس كلمة موجزة من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه لقمة السلام في القاهرة. قال: نحن في أوقات صعبة وعصيبة تمتحن فيها الإنسانية قبل المصالح، وتختبر بعمق الإيمان بقيمة الإنسان وحقه في الحياة. ندعي وندعي المجتمع الدولي بأن يعتنق الإنسانية بدلا من التساؤل والفحص والتمحيص. وقال: هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع إلى الأبد؟ أحداث كثيرة ومتنوعة سيد جيلان، نحن في أمس الحاجة إلى خروج بتوصيات ملزمة لكافة الأطراف وللطرف المعتدي أيضا. كيف يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع؟ أولا بأن يبقون قادتنا كما هم الآن صفا واحدا. العالم لا يعترف إلا بالقوة. اليوم الدول العربية اجتمعت، اقتصادنا قوي، لحمتنا واحدة، نثق في قيادتنا ولله الحمد. بهذه القيادة وبهذه القوة بهذه القرارات نستطيع بمشيئة الله أن نضغط على أمريكا وأن ترى بعين حقيقية بعين الواقع. اليوم المشكلة التي يعاني منها أن مجلس الأمن عندما تأسس وأصبح هناك دول عظمى هي التي تسيطر، إذا قالت أمريكا لا فلن يصوت، هناك دول التي لا حق الفيتو، وهذا ظلم، هذا ضد الحق وضد الإنسانية. عندما ترى الأطفال تقطع ويأتي بايدن إلى المنطقة ثم يأتي إلى إسرائيل ويعود إلى أمريكا، هذه رسالة واضحة. ومع ذلك نحن قادرون بمشيئة الله. المطلوب هو التهدئة وعدم التصعيد، لأن الضحية هم الأطفال والنساء. لسنا مستفيدين شيئا من إطلاق الرصاصات الطائشة وأن تفتعل حماس الحرب من هنا وهناك. نريد تهدئة وتعود إسرائيل إلى سكناتها وتهدأ الأوضاع ثم تبدأ العملية السياسية والدبلوماسية. الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي سيخرج غزة وفلسطين من هذه الأزمة. طيب، هناك بعض الأصوات سيد رياض في المجتمع الدولي، ورأينا ذلك عيانا بيانا، يطالبون بتصفية القضية وخروجها من المضمون وتهجير الفلسطينيين بشكل قسري إلى مصر وإلى الأردن، وهذه الدعوات لاقت رفضا بالكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وملك الأردن الملك عبد الله الثاني. هذه الدعوات إلى أي مدى يمكن أن تقابل بالرفض كما قوبلت به في الوقت الراهن وفي الوقت الماضي، علما بأن هذه الطلبات لا تتوقف على الإطلاق؟ نعم، أولا أنا من الرياض واسمي جيلاني ولكني من الرياض. نعم. فهذه الدعوات مس الأمن القومي، الأمن القومي المصري، وتمس القضية الفلسطينية، فلا يمكن أن يقبل بها بدءا الفلسطينيين لا. ثم القيادة المصرية ثم الدول العربية. لا نقبل بأن يهجر الشعب الفلسطيني من وطنه ويذهب إلى منطقة كما فعل بإسرائيل وأصبحت اليوم شوكة في حلوق الأمة العربية. إسرائيل هي هجرت، ونعلم من الذي وقف مع إسرائيل، هم اليوم الذين يقفون مع إسرائيل، أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، وتعلمون جميعا هذه الدول هي التي أوجدت إسرائيل بدءا في الأمة العربية ولا زالت مع القضية الإسرائيلية وتدعمها. نحن نقول لن يتم هذا بمشيئة الله، وهناك فلسطيني على وجه الأرض، وهناك أيضا دول عربية تعرف مسؤوليتها وتؤمن بهذه القضية. سندعم فلسطين بأن يبقى الفلسطينيون في أرضهم ويدافعون عن أرضهم، والدول العربية لن تتخلى عنهم، ولكن ليس من مصلحة المنطقة التصعيد. الناس ربما فيهم حماس ويتألمون من هذه المشاهد، ونعي جيدا كلنا والله نتألم، ولكن لا يمكن أن يقابل التصعيد بالتصعيد. يعني صدقت في القول سيد جيلاني الشمراني، ولكن الألاف الآن ونحن نتحدث، إن كنت تشاهد شاشة التلفزيون المصري والشاشات العالمية، هناك مظاهرات بالآلاف ربما تكون في بعض الدول، لكن الآن أنا أشاهد على التلفاز أمامي مباشرة في لندن في معظم الميادين في لندن الآلاف من المتظاهرين خرجوا للتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في فلسطين وفي قطاع غزة ومحاولة تهجيرهم بشكل قسري. علما بأن حضرتك سيد جيلاني تقول أن المظاهرات ربما لم تكن التعبير الأمثل عن الوضع الراهن، لكن تعتبر هذه المظاهرات
أداة من أدوات الضغط الحقيقية على الحكومات. ما تعليقك على هذا الأمر؟ في الدول العربية المظاهرات لا تسبب حلا، لكن في الدول الغربية لديهم يسمح بها ولديها تصريح يؤخذ للمظاهرة. نعم احنا مع الضغط على الحكومات الغربية بأن ترجع عن موقفها. اليوم رأينا رئيس وزراء بريطانيا يعود قليلا عن موقفه ويبدأ يتبنى القضية، وفي مكالمة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ومع أيضا القيادة المصرية، بدأت الدول الغربية تعود تدريجيا في قراراتها لأنها مرتبطة بشعوبها، لأن هناك انتخابات، وتعرف أن الشعوب ضغطها لا يمكن أن تستطيع الدول الغربية أن تواجهها، وخصوصا أن بعض الدول اليوم في أوروبا هي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونحوها وأنت أعلم بها. لذلك هذه المظاهرات خرجت في الدول الغربية الذين لديهم تصاريح بخروج هذه المظاهرات للتعبير عن الرأي العربي، الرأي الفلسطيني. اليوم القضية الفلسطينية لا يدعمها فقط العرب والمسلمون، العالم وكل من لديه ذرة إنسانية يدعم هذه القضية عندما يشاهد الأطفال وعندما يشاهد هذا التهجير. ولكن مع هذا الضغط وخلال 24 ساعة القادمة بعد القمة اليوم التي حدثت في القاهرة، أتوقع بأن تبدأ الأوضاع تدريجيا في الهدوء، وتبدأ أمريكا في الضغط على إسرائيل بأن تنسحب تدريجيا بشرط ألا تصعد حماس بتصرف أيضا عبثي لكي تحقن الدماء، لكي نستطيع أن نعالج الجرحى. هناك أناس تحت الأنقاض، هناك جوعى، هناك مخيمات، ونحن على الشفاء الآن. فيجب أن تقف حماس حتى تهدأ وتقف إسرائيل، ثم تبدأ تدخل المساعدات الإنسانية، بعد ذلك تبدأ العملية السياسية. لدينا رؤساء دول ولدينا سياسات هي التي ستصل بنا إلى أن نصل لبر الأمان. أما المسدس والبندقية وهذه الطاقات الطائشة ما ثمرتها؟ هؤلاء القتلى اليوم تجاوزنا 5000 شهيد في فلسطين بسبب عمل عبثي لم تدرس نهايته. لو كانت حماس بطلقاتها ستخرج إسرائيل من فلسطين، أنا أول واحد معها. طيب سيد جيلاني، 75 عام على القضية الفلسطينية، ما بين كر وفر، ما بين حروب، ما بين الدول العربية، مصر ساهمت وحدها في هذه القضية بأكثر من 100,000 شهيد، وخاضت 5 حروب من أجل هذه القضية. الآن ونحن في الألفية الثالثة، العالم يقف موقف المتفرج، ازدواجية حقيقية واضحة المعالم. أين قيم الحضارة الإنسانية والتي شيدناها على مر السنوات والقرون؟ كيف يمكن للإنسان في أي دولة أن يفرق ما بين طفل فلسطيني وآخر عربي وثالث أجنبي ورابع أوروبي؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي ألا يتعامل بمثل هذه الطريقة من ازدواجية المعايير في التفرقة ما بين القتل والعنف وإسالة الدماء بهذا الشكل في فلسطين؟ نحن رأينا أن هناك معيارين، لا يوجد معيار واحد. الأمم المتحدة سواء أمريكا وغيرها يكيلون بمكيالين. إذا كانت الضحية من قبلهم كبرت وأخرجت الإنسانية وأصبحنا نشاهد التنديد، إذا كان مسلما فإن دمه رخيص. نحن لا نعول عليهم، نحن نعول على قيادتنا. الحل في نظري أولا أن تتوحد فلسطين في القيادة. لا نريد أن نرى قيادة في غزة وقيادة في القطاع أو في، لا بد أن تكون قيادة واحدة تحت رئيس واحد، ثم بعد ذلك تدعم من قبل الدول العربية ويعاد طرح المبادرة العربية بدولة فلسطينية على حد 1967 بعاصمة القدس الشرقية. هذا هو الحل. أما التصعيد هذا الذي يحصل الآن لن يوجد حلا. الضحية هو المزيد من إراقة الدماء للفلسطينيين. قدرنا أن فلسطين إسرائيل أوجدت خلاص، هي موجودة الآن وأعترف بها دوليا. فالحل حل الدولتين، لسنا في عهد الآن بأن نصعد بالسلاح، لأن هناك خسائر وأرواح تزهر. أنا أقول من حق الفلسطينيين يا جماعة الخير، من حقهم أن يعيشوا. لكن إسرائيل لا تقبل بحمل الدولتين ضيفي الكريم. سيضغط عليها، ولكن بشرط أن تكون أولا دولة فلسطينية واحدة بقيادة واحدة، وبذلك تبدأ العملية الدبلوماسية ثم تبدأ العملية السياسية من الدول العربية، وسيصلون إلى نتيجة. نتمنى أن يعود أن يعود الحق إلى الفلسطينيين، ونتمنى أيضا أن يعم السلام في المنطقة برمتها. كل الشكر والتقدير من الرياض ضيفي الكريم سيد جيلاني الشمراني، مساعد رئيس تحرير صحيفة أخبار.